السلام عليكم، نتمنى الكل يكون بخير. اليوم جبت لكم وصفه كما راكم تشوفوا تاع لي زاكله بكل التفاصيل وبكريمه جديده بزاف. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا كامل التفاصيل. نتمنى نحتاج لهذه الوصفه 500 ملل الماء، 200 غرام زبده، ملعقتين كبار سكر، رشه ملح، فاني، 250 غرام فرينه، وستة بيض، وربع ملعقة صغيرة تاع بيكربونات. هذا هو السر باش الزيت غادي ينتفخو وينجحو معاكم ان شاء الله. على النار نعمل الماء في كاسرونة، نضيف الزبدة، نضيف السكر، رشة تاع الملح، ملعقة صغيرة تاع لافاني، ونخليه حتى الماء يبدا يغلي والزبدة تذوب. الماء غلا، من بعد ما غلا الماء نطفي الغاز، نطفي الغاز. الان نضيف الفرينه، مع الفرينه نضيف ربع ملعقه صغيره هيدا تاع بيكربونات، ملعقه نحرك مليح والنار عاده متخيم. شوفوا نقعد هكذا نحرك تتولي كرة، ما توليش تلاصق تحت في الإناء. تبعوا هاد الخطوات تنجح معاكم الوصفة. بعد ما نجمعت لي هيدا العجينة، الآن نعاود نشعل النار وعلى نار تكون قليلة، نقعد نشف في العجينة. اللي يحب يجرب هذه الوصفة يعمل نفس المقادير، دوك نخلي لكم مكتوبين. نشفوا العجينة مليح باش هيدا تنجح الوصفة ان شاء الله. انا عاود شعلت النار كما قلت لكم، نشعل النار ولكن قليلة. مرة على مرة تعملوهم هاد لي زيكلاغ، توالفوا الطريقة خصوصا المبتدئين اللي عمرهم ما عملوهم، يوالفوا هاد المراحل خصوصا المبتدئين، يوالفوا هاد المراحل يبداو يجيوهم ساهلين. خلاص الان نطفي النار، نخليها تبرد شوية. الان نبدا نضيف البيض حبة بحبة وبكل قوة نحرك هيدا. البيض عملوه تدريجيا حبة بحبة، لما تدخل حبة في العجين عاد نضيفو الحبة اللي مورا. في هاد المرحلة تنجمو تستعملو الباتور ولا البيتخان. هادو هما المراحل تاع الإطلاق. لازم العجينة تجي هايدا، جبت هايدا جاي بحلواني وعملت فيه الإندوي. هاد الطريقة تساعد باش نعمرو. عملوا في هيدا دائما في اناء يكون هيدا غامق باش تعمروا لابوش. بواسطة شوية تاع العجين اللي عندي نعمل هيدا شوية السينية. باش من بعد يكون البوشي نبدا هيدا نعمل.
سمخت الاصبع غير شويه تاع الماء وزدت لهم وجههم هكذا، ما خليتش هذا هنا طالع. كما تشوفوه يلصق معكم تقدو الحبه كان الحبات تقدو. الان دخلوا الفرن اللي راه يسخن على 160 درجه، خليهم يطيبوا على خاطرهم. لما نشوفهم طابوا من تحت نعاود نحمر لهم وجههم من فوق. الان نحضروا الكريمه. عندي 300 مليلتر تاع حليب، نعمل معاها ملعقتين غير مملوءتين تاع مايزينا، هادو ماهمش معمرين بزاف، 3 ملاعق سكر، وملعقه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان. نحرك اولا كل شيء بارد بارد حتى تنحل مايزينا، نعاود نحطها على النار. لما نحطها على النار ما نحيش يديا، نقعد هكذا نحرك فيها حتى اللي تعقد. لو كان نحي يديا تتكور وتلصق من تحت. هيا دي بدات تعقد كما راكم تشوفوا، شوفوا معايا شو كي تجي رطبه، لاننا ما نحيناش يدينا من الكاسرونه، قعدنا نحركوا فيها حتى اللي عقدت. هيا دي وما لصقت ليش من تحت لاني كنت نحرك فيها. الان نطفي النار، شوفوا كيما لصقتش من تحت. جربوها هيدا بالقهوه صدقوني تجي بنينه بزاف، حتى اللي ما يحبش القهوه تعجبو. عندي نصف كاس تاع الشانتيي ونصف كاس تاع حليب يكونوا بارد، انا حط الشانتيي ودعتها في المجمد تبرد مع الحليب. نطلعهم مليح في بالباتر. الان نجيب الكريمه بعد ما بردت مليح في الثلاجه، نفرغها هيدا الكريمه في الباتر. على الكريمة نبدأ نضيف الشانتيي، نضيفها تدريجيا ماشي مرة واحدة، نضيفها على مراحل ماشي مرة واحدة وعلى سرعة تكون منخفضة. هذو هما لي زيكلير من بعد ما طابو، خليهم يتحمروا مليح هكذا باش بعد يخرجوهم من الفرن ما يعاودوش يهبطوا. نجيب هنا مقص ولا خدمي ونعمل ثقب هنا، نقص هيدا الراس بالمقص. الكريمه عملتها هيدا في البوش، نقص هيدا تحسوا الكلام راه تنطفخ. نعاود نعمل ثقب اخر هنا، نمسح هذا الزائد من ملعقه، نمسح هذا الزائد هيدا. راني ذوبت هنا الشوكولا خلطتها مع القليل من الحليب، نجيب لي زيكلاغ ونغطسهم هيدا. بعد ما كملت لهم الشوكولا الان نخليهم يبردوا، نبردوا مليح في الثلاجه حوالي ساعه ونستهلكوهم. وبهذا احبائي الفيديو وصل للاخير، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. يدخل اول مره يعمل اشتراك فعل جرس ليصله كل جديد، ما تنساوش باش تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.